هذا اللقاء اللي احتضنه رواق وزارة العدل في المهرجان الدولي لكتاب الرباط هو ضمن مجموعة من الأنشطة اللي نجزتها أو كتنجزها وزارة العدل داخل الرواق ديالها بنفس المناسبة. واللقاء اليوم هو حول موضوع ده عنده أهمية كبيرة جدا، هو كيتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة للأشخاص، موضوع يعني متارع على مستوى النقاش العمومي وتيري نقاشات كبيرة. وغاية وزارة العدل بطبيعة الحال هو المساهمة والمشاركة في هذا النقاش والمساهمة في ترشيده أيضا وبالنهوض فيه، من أجل ماذا؟ من أجل المساهمة في تحديد القوانين بما يتناسب مع رهانات الحقيقية للمغرب المستقبل. الموضوع الآن حول القوانين اللي كتمس كتعلق بحماية الحياة الشخصية للأفراد، يعني هذا هو الموضوع الأساسي. نعم. لا، كل ما كيتعلق بالحقوق يعني الحياة الخاصة، كل ما تتضمنه من يعني من الحياة داخل البيت وخصوصيته، يعني الميول العاطفية والاختيارات العاطفية، الاختيارات الحميمية، الاختيارات الروحية للإنسان يعني للأفراد، كل ما كيتعلق يعني بالمجال الخاص للإنسان واللي أثرته المواثيق الدولية وأثر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا. من طبيعة الحال الوزارة في إطار الحكومة الجديدة يعني تتفاعل مع حاجية المغرب إلى أن ينهض بقوانينه. دليل على ذلك أيضا أوراش مفتوحة تتعلق بالقانون الجنائي بالمسطرة الجنائية وأيضا بمدونة الأسرة اللي هي جزء أساسي مكمل لهذا النقاش هذا اللي يتعلق بحقوق الأفراد والحرية الشخصية. شكرا جزيلا. سعيد نشيد، مكلف بالدراسات في وزارة العدل.